الحقيقة الملف الإيراني الشائك بدأ بالانفراج قليلا بالآونة الأخيرة، ولا سيما والمبادرات الإصلاحية التي بدأت منذ حكومة الكاظمي امتدادا إلى حكومة السيد محمد الشياع السوداني، بانتهائها بالمصالحة الكبرى بين المشرق والمغرب، بين الجارة إيران والجارة السعودية من جهة أخرى. أعتقد هذه المبادرات بدأت بأن العراقيين أو الحكومة العراقية الحالية بدأت بإخراج العراق من محور الصراع، وبدأ العراق بالبحث عن الحرية مجددا في هذه المسائل، خصوصا في مسألة الطاقة اليوم، المسألة التي أعتقد أن العراقيين وصلوا إلى مرحلة أن أدركوا أنهم لا بد لهم من مشاركة الجار في العلاقات الاستراتيجية، ولا يمكن للعراق اليوم الانفصال الكلي عن المحور أو الإقليمي الذي هو فيه من حيث العلاقات المتبادلة مع الجيران. ربما السيد السوداني قد وصل في الفترة التي كان مخطط لها سابقا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بأن هذه النقطة ستكون نقطة محورية، نقطة تحول في الشأن العراقي أو شأن في الشأن يعني غرب آسيا. فأعتقد بأن المرحلة المقبلة ستواجه بعض الصعوبات للسيد السوداني بتحقيق جميع ما هذه وعد النقطة به. النقطة وباختصار أستاذ الأبرز، الاستثمارات المتوقعة ستكون لمن؟ للشركات الأمريكية أم لأننا لا يمكن أن ننفصل بشكل أو بآخر عن محورنا الإقليمي وتحديدا حتى الجارة إيران؟ نعم، الاستثمارات التي ست يعني وسؤال جنابك في حول الاستثمارات سبقني بها سيد جميل الحسناوي في ان شركة هي اصلا امريكية، ويعني هذا ان دل على شيء انما يدل على العلاقات والمحاورات تحت الطاولة مع بين ايران وامريكا من جهة، وان لا سيما والاتفاقيه الايرانيه الامريكيه باخراج بعض المعتقلين الاوروبيين مقابل اطلاق سراح العراقيين للاموال المجمده الايرانيه، ربما ما يقارب 3 مليار دولار طيب اطلقت. فاعتقد ان الاستثمار لا ليس سري الى هذه الدرجه التي كان فيها صياغه السؤال. أعتقد أن الاستثمار الإيراني في العراق من جهة هو علني، ومن جهة أخرى إذا ما ناقشناه فهو حق المشروع طيب، لأي لكن دولة اليوم ليس كل العراقيين مطلعين.